كلاوس الصغير وكلاوس الكبير، حكاية من التراث الدنماركي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي إحدى القرى كان هناك رجلان، أحدهما يدعى كلاوس الصغير والآخر كلاوس الكبير. كلاوس الكبير، أين أنت؟ جئت لمساعدتك. اسمع يا كلاوس الصغير، اعمل في الحقل الخلفي. كان كلاوس الصغير فقيرا ويملك حصانا واحدا، وكلاوس الكبير كان غنيا ويملك 4 حصون. ايه، دعنا نبدأ فورا. حسنا. إلى الأمام، إلى الأمام. كلاوس الكبير، لقد أتممت العمل. حسناً. والآن سأعمل في حقولي. لقد وعدتني بأنك ستعيرني خيولك، أليس كذلك؟ حسناً، سأعيرها لك ليوم واحد، أتفهم؟ ليوم واحد فقط؟ لقد عملت عندك أسبوعاً كاملاً، هذا ليس عدلاً. أين وعدك؟ أين؟ لديك حصان واحد فقط، وأنا سأعيرك 4. إني رجل حكيم. في اليوم الثاني، وعندما جاء كلاوس الصغير ليستعير الخيول 4، كان مليئا بالحماس. بإمكانه أن يتظاهر بامتلاك 5 خيول ليوم واحد. لم يعترض كلاوس الكبير على هذا لأنه لم يشتغل. كل هذه الخيول لا؟ أنتم تعجبون لأن لدي 5 خيول؟ طبعاً. إيه خيولي، هيا يا خيولي، هيا. كلاوس الصغير، أنت تملك حصاناً واحداً فقط، لا تقل الجميع خيولي. حسناً، فهمت. لو تعيد ذلك القول سأضرب على رأس حصانك. نعم. هذا تصرف غير لائق أبداً. من هذا؟ إنه رئيس البلدية، أليس كذلك؟ أنا محظوظ، سأتباهى أمامه. نعم، صباح الخير. كلاوس الصغير، هذا أنت؟ لم أدرك بأنك أنت، ولم أعلم بأنك صاحب 5 خيول. نعم. ممتاز، تابع عملك. هيا. حسناً، سأتابع عملي. هيا يا خيولي، هيا هيا يا خيولي. ماذا قلت؟ خيول من؟ إنها خيولي. سأتابع القول. إلى الأمام يا خيولي، إلى الأمام يا خيولي. لقد عدت إلى هذا القول، سأعقبك. توقف، توقف أرجوك. حصاني، لقد أهلكت حصاني، حصاني، حصاني الوحيد، حصاني. إنها تمطر. بما أنه عاجز عن عمل أي شيء آخر، سلخ كلاوس الصغير جلد حصانه وأخذه إلى السوق ليبيعه. وبينما كان سائرا ضل طريقه بسبب الأمطار. ماذا سأفعل؟ أشعر بالضياع والوحدة. يا إلهي.
رب، هناك نور، سأطلب أن أبقى هناك. نحن الآن داخل البيت الذي صادفه كلاوس الصغير. هذه الامرأة لا تهتم بزوجها الذي يعمل بجهد، بل كانت تخفي الطعام عنه. ماذا سأفعل؟ لابد أنه زوجي. ماذا تريد يا هذا؟ أريد أن أنام هذه الليلة في بيتك. مستحيل، زوجي غائب وليس لدينا أي طعام، أفهمت؟ ولكن هناك رائحة طيبة. أرجوك أنا جائع. من أنت؟ ماذا تريد؟ هل رأيت شيئا جيدا داخل بيتي؟ لا 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 لا، لم أرى شيئا. هذا ما سأقوله، ليس هناك ما يؤكل في هذا البيت سوى الثريد. أرجوك أن تدخل، على الأقل أستطيع أن أقدم لك غرفة لهذه الليلة. لقد عدت، افتح الباب يا زوجتي. كانت دعوة الدخول إلى البيت شيئا رائعا، وكما قال المزارع قدم له طعام الثريد. يوجد الكثير من الطعام اللذيذ وأنا أعلم مكانه. كان الكيس الذي يحتوي على جلد الحصان بجانب أقدام كلاوس الصغير. فكرة رائعة. وهكذا أحدث جلد الحصان صوتا حادا. ما هذا الصوت؟ لقد سمعت الآن صوتا في أسفل أقدامنا. يبدو أنه الكيس. إنه ليس بكيس جلدي فقط، في الحقيقة إنه ساحر يحاول أن يقول شيئا. ماذا يقول؟ يقول بأن داخل الفرن يوجد الكثير من الطعام اللذيذ والجاهز للآن. إنه يمزح. دعينا ننظر ونتأكد. يا سلام، رائع رائع. أنت أيها الساحر. بعد أن أكلوا الطعام دعس كلاوس الصغير مرة ثانية على الكيس. إنه يقول شيئا. ماذا؟ خلف الفرن يوجد شراب طيب. شراب طيب، يا للروعة. مستحيل. هذا هو الشراب، ما أروع الساحر. حسنا، إذا أنا أيضا سأشرب. سنشرب حتى نكتفي. لا تشربوا العصير كله، أرجوكم أرجوكم زوجي. أريد كيسا أرجوك أيها الساحر العزيز. حسنا حسنا، ولكنني لن أعطيك الكيس دون مقابل. طبعا طبعا، هذا يكفي. يكفي طبعا، شكرا شكرا جزيلا. كلاوس الصغير، كيف حصلت على هذه النقود؟ لقد بعت جلد حصاني. جلد حصان واحد، عجيب. قتل كلاوس الكبير الطماع خيوله الأربعة وأتى ليبيع جلودها. جلد حصان، جلد حصان جيد، من يشتري؟ هيا، فقط كيس ذهب مقابل جلد واحد. هيا، إنه غالي الذهب في جلد حصان. ما رأيك بقطعة واحدة من الذهب؟ كلام فارغ، اصمت اسمع، كيس ذهب مقابل جلد واحد. هيا، من يشتري؟ هيا. هذا الرجل يحاول خداعنا، إنه إلى الأمام يا خيولي. من هذا؟ هل هو حصان؟ خيولي، لقد فقدت جميع خيولي، لم يبقى لدي حتى حصان واحد. يا للمسكين. حسنا، بإمكانك استعماله. خيولي، تعال خذها.
خيولي إلى الأمام يا خيولي، إلى الأمام يا خيولي الرائعة. فليقل ما يروق له، فذلك لا يؤثر على الخيول. ما دام ذلك يسعده فلا بأس.